التيم ده من 6 شهور تقريبا. إيه اسمه؟ انسبايرز. يعني ايه انسبايرز؟ جالنا الفكرة منين؟ احنا من الاخر كنا بنحاول نفكر في اسم يكون مرتبط بالمشن بتاعتنا في نفس الوقت مميز. طب ايه؟ طب احنا بنعمل ايه؟ احنا من الاخر بنستلهم، يعني بنستلهم من العلم والساينس اللي احنا بنقدمه وبنربطه بالواقع، او العكس، ان احنا مثلا نشوف الواقع اللي احنا بنعمله ونفسره بحاجة فيزيكال. ان انا مثلا بفتح الباب ده وبقفله، طب تمام، هو ده في حاجة مثلا نيوتن فيرست لو، اللي هو قانون نيوتن الاول، تمام. فدي حاجة زي دي موجودة. فكرة واحنا في المدرسة، احنا محتاجين يعني نعمل student activity يفيد الناس بفكرة معينة جديدة مش متكررة قبل كده زي الناس اللي عملتها. فقررنا ان احنا واحنا نحط mission و vision للتيم، بحس ان احنا يعني نلمس اكتر حاجة الناس محتاجاها في نفس الوقت ما تكونش حاجة متكررة والناس تزهق منها. عملنا ماركتنج ريسيرش واناليسز للاودينس اللي احنا بنتارجتهم، اللي هو تقريبا مثلا من عمر 15 ل 24 مثلا. عملنا ماركتنج ريسيرش للانترست بتاعتهم، وعلى اساسه بقينا الكونتنت اللي احنا ابتدينا ننزله من شهر مارس اللي فات. ابتدينا من شهر مارس والنهارده الحمد لله يعني التيم شعبيته اثبتت جدارتها في الايفنت. اول ما نعمل حاجاتنا مثلا ممكن نبعد خالص عن دوري مثلا عن الكومبيتيشنز في الميشن بتاعتنا مسابقات، مثلا ممكن نغير الموضوع خالص ونعمل حاجه زي تيم او زي مسرحيه او حاجه شبه كده، لو احنا عايش الناس في جو معين بس نحاول بدل ما هم يعيشوها كده يعيشوها في جو مصيف.